احتفلت المطربة بلقيس بإطلاق ألبومها الغنائي الثالث بدبي والذي يحمل عنوان أراهنكم، وذلك في مؤتمر صحفي تحدثت فيه عن الألبوم وأعلنت عن مشاريعها الفنية المقبلة. كاميرا عربوت تنقل لكم تفاصيل المؤتمر. انطلاقة جريئة لبلقيس من خلال ألبوم أراهنكم التي راهنت الجميع على نجاحه باعتباره أول إنتاج لها. هذه كانت تجربة تحدي رائع جدا، حمسني أنه أبدأ أنا وفريق عملي نشتغل لحالنا بدون شركات إنتاج لنشوف راح نوصل ولا راح تواجهنا صعوبات. أراهنكم رهان ونحسب زحمات زمان. وصرحت لنا عن تفاصيل الألبوم. الألبوم يحتوي على 12 أغنية، اعتمدت التنوع، يحتوي الألبوم على 6 أغاني إيقاعية و6 أخرى كلاسيكية. أبويا وحشني جداً هي التجربة الأولى لبلقيس باللهجة المصرية. أنا عشت في مصر، جلست فترة تقريباً 1.5 سنة وأتكلم مصري كويس جداً. أنا أبويا وحشني جداً محتاج رايو في حاجات. التجربة هذه تعني لي الكثير، يعني لأن أولاً هي مع الشاعر عمرو حسن، مع الملحن مصطفى العسال، توزيع محمد العشي، وأنا حبيت الفكرة تبعت الأغنية وخذت حقوقها وغنيتها. حقير الشعب ما يرحم ما له وقت أو حزة. وكشفت لنا عن كواليس أغنية حقير الشوق للشاعر فهد جمال. فهد جمال أنا كنت من الأشخاص المقربين منه كأخت، واللي كنت عايشة معاه معاناة فقدان أخوه اللي كان بالنسبة له مثله الأعلى في الحياة. لما سمعت الأغنية أنا كنت عارفة فهد إيش بيقول، وهذا أقل تعبير بالنسبة له. شفت أنه من الإجحاف في حق فهد أني أرجع أقول له يا فهد غير كلمة حقير. بوستر الألبوم كان غير مألوف وغير معتاد. كان لازم نعطي فكرة يعني تكون صادمة. جات فكرة البلوند هير، الشعر القصير، البوكسينج جلوفز، هذه كلها يعني كلها على بعضها توائمت وعطتني هذه النتيجة. البوستر وضع فانز بلقيس في صدام مع فانز دنيا سمير غانم. هو طبعاً أوجه لها تحية، يعني أنا من معجبينها وأحبها جداً كشخص وكممثلة كمغنية أيضاً. أنك تمسكين بوكسينج جلوفز عشان تعطين إيحاء أنك قوية، استخدموها نساء كثير معروفات وغير معروفات يعني في العالم العربي والغربي. حبيبي شايف البشر تسواهم عندي أنا. وان تصوير كليب من الألبوم. أنا عملت استفتاء حقير الشوق، الناس حابينها تتصور.